الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه الداء والدواء: الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب، اشتغال القلب بما يبعده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج، فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. وشرح هذا: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حديث ابن القيم رحمه الله تعالى كله عن العلاج لهذا الداء، داء تعلق القلب بالشهوات المحرمة والملذات الفاسدة، وذكر رحمه الله تعالى أن علاجه على نوعين: نوع قبل وقوعه، وهذا له طريقان، ونوع بعد وقوعه في إزالته. نوع قبل وقوعه في صيانة النفس منه، ونوع بعد وقوعه في إزالته، طريقة الإزالة. والأول يمكن أن يسمى الطب الوقائي للقلب، والثاني يمكن أن يسمى الطب العلاجي. طب الوقائي: الأسباب المتخذة التي بها يتقى وقوع هذا المرض. والطب العلاجي هو الأسباب المتخذة التي يعمل من خلالها على إزالته بعد أن يكون ابتلي به المرء. وفيما يتعلق بالوقاء ذكر أمران: الأول البصر، وركز عليه كثيرا رحمه الله تعالى، لأن البصر منفذ إلى القلب، وكثير من أمراض القلوب وأسقامها وصلت من خلال هذا المنفذ. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قدم غض البصر في الذكر على حفظ الفرج، مع أن الفرج أمره أخطر، لأن البصر منفذ وطريق من خلاله يوصل إلى ما وراءه. فركز رحمه الله أولا على ما يتعلق بالعناية بالبصر، وأن المسلم لا يطلق لبصره العنان، ينظر إلى ما نهاه الله سبحانه وتعالى من النظر إليه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإن لم يطع ربه في هذا وأرخى لبصره العنان، فإنه حينئذ يكون قد أضر بقلبه وأدخل عليه من دواخل الشهوة المحرمة والملذات الفاسدة الشيء الذي يعد في الشرع مرضا من أمراض القلوب، فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة،
فهذا المرض الذي هو مرض الشهوة نفاذه إلى القلب في الغالب من خلال البصر، قد ينفذ من خلال السمع لكن نفاذه في الغالب من خلال البصر. ولهذا ركز رحمه الله تعالى كثيرا على ما يتعلق بالبصر، وأن من أعظم الوسائل وسائل العلاج في هذا الباب أن يغض المرء بصره، عملا بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم ذكر هنا رحمه الله الطريق الثاني، هو يتعلق بالقلب. والقلب كما لا يخفى وعاء، وتحركه بحسب ما يكون في هذا الوعاء. إن كان وعاء خير تحرك بخير، وإن كان وعاء شر وفساد تحرك بالشر والفساد. وهذا الوعاء الذي هو القلب هو المحرك للبدن كله، لأن البدن تبع للقلب فيما يتحرك به من خير أو شر، كما هو واضح في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه المضغة تحرك البدن بالخير أو الشر هو بحسب حالها، ولهذا يحتاج المرء أن يعمل على صيانة قلبه ونقائه وسلامته وزكاته، كما ذكر رحمه الله تعالى يضع لنفسه الاحتياطات اللازمة التي تمنع تعلق هذه الشهوة بقلبه. يعمل لقلبه احتياطات بحيث يمنع بوجود هذه الاحتياطات من تعلق الشهوة المحرمة بقلبه، لأن الشهوة المحرمة يكون لها تعلق بالقلب وتوثق، إذا صادفت قلبا خاويا خاليا فإنها حينئذ تتمكن من القلب، لكن إذا لم يجعل في قلبه منفذا لها وصان قلبه منها سلم بإذن الله سبحانه وتعالى. وذلك كما يبين رحمه الله تعالى يكون بإشغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. خلاصة ذلك أن يعمر القلب بالخير، أن يعمر القلب بالخير، فإذا عمر بالخير والإيمان لم تجد هذه الأشياء منفذا فيه، فهي إنما تجد منفذا في القلب إذا كان قلبا خاليا. أما إذا كان قلبا معمورا بالإيمان، معمورا بالخير، متحركا بالخير، لا تجد هذه الأشياء منفذا فيه. أن يشغل قلبه بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. فإن قال قائل: ما خلاصة هذا الذي يجعل في القلب فيكون صادا ومانعا لتلك الشهوات المحرمة؟ لخص ذلك في كلمتين، لخص ذلك رحمه الله في كلمتين يفصلهما فيما بعد. قال: خوف مقلق وحب مزعج.
خوف مقلق وحب مزعج يجعل هذين في قلبه، ولهما عمل عظيم جدا في صيانة القلب من تلك الأمور، خوف مقلق وحب مزعج. والخوف هنا خوف العبد من ربه، خوفه من عواقب هذه الأمور ومآلاتها السيئة وما تفضي به من مرض للقلب وإعطاب له، فيكون القلب فيه هذا الخوف، وإذا وجد هذا الخوف دفع عنه هذه الآفات ولم يكن لها تمكن ووصول إلى القلب، لم يكن لها تمكن ووصول إلى القلب. ولعل هذا المعنى موجود في الحديث العظيم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. أما الداعي، أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران حدود الله، وأما الأبواب المفتحة التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، وأما الداعي من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي من جوف الصراط وموضع الشاهد من الحديث فواعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ والذي يذكره ابن القيم هنا بقوله خوف مقلق ينبغي أن ينميه المرء، ينمي هذا الخوف المقلق في قلبه، لأنه يعد صمام أمان للقلب وصايا يصونه بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه الآفات. كل ما أراد شيء منها أن ينفذ إلى قلبه طرده هذا الخوف وأبعده عن أن يكون له تعلق أو تمكن في القلب. أو حب مزعج، أو حب مزعج يعمر القلب به، فكلما جاء دخيل يريد أن ينافس هذا الحب الذي في القلب ويأخذ حيزا من الحب الذي في القلب يصاب القلب بانزعاج من هذا الدخيل، فلا يرضاه ولا يقبله ولا يجعل له مساحة ومكانا. خوف مقلق وحب مزعج. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، وهذا المعنى الذي يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله تعالى يحتاج من القلب يقظة في المواقف ومحادثة مع النفس ومحاورة لها حتى تنتبه وتنظر في العواقب في المآلات، لا تصبح نفسا مندفعة منفلتة غير منضبطة. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر من فوات هذا المحبوب، وهذا إنما ينشأ عند المرء بالتأمل، لا يدخل إلى قلبه أي شيء، وإنما ينظر في مآلات الأمور وماذا يترتب
على ذلك. فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر من فوات هذا المحبوب، أو محبته ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق هذه الصور، لأن القلب غير سوي، القلب حينئذ غير سوي غير زكي. زكاة القلب بوجود الحب المزعج والخوف المقلق والنظر في المآلات. أما إذا كان القلب أصلا لا يفكر في هذه الأشياء، ومجرد ما يرى صورة تعجبه يجعل لها مباشرة حيزا في قلبه ومكانة في نفسه، ثم يبدأ يوسع لها المساحة في قلبه، حتى إن من الناس لا يبقى في قلبه أصلا تفكير إلا في تلك الصورة التي عشقها وتعلق قلبه بها، فيكون قلبا مريضا حينئذ، قلب أصابه هذا المرض هذا الداء، وهو الذي جنى على نفسه، هو الذي أضر بنفسه. بينما المؤمن يهمه جدا أمر قلبه وسلامة قلبه ونقاء قلبه، ولهذا متى ما عرض له مثل هذه العوارض يأتي هذا الحب المزعج والخوف المقلق فيدفع، مثل ما عبرت قبل قليل، تكون له صمام أمان لقلبه بإذن الله سبحانه وتعالى تقيه من هذه الآفات. وهذا كما أيضا ذكرت لا تتحقق استفادة القلب منه إلا بالتأمل وإيقاظ القلب والنظر في الأمور ومحاورة النفس في مثل هذه المواقف على ضوء ما ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى. هذه جملة يأتي شرحها. نعم. قال رحمه الله: وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين: إن فقدهما أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. أحدهما بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما، ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. الثاني قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك، فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت، ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته إلا إيثار أشياء لا تنفع، وذلك ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته إلا إيثار أشياء لا تنفع، وذلك من خسته وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. نعم، هذا شرح لما تقدم وتأمله فإنه نافع جدا. الآن لما ذكر رحمه الله تعالى الخوف المقلق والحب المزعج، وأنهما واقيان للقلب يصونانه بإذن الله سبحانه وتعالى من مثل هذه الآفات، إذا قال قائل: كيف يصل الإنسان إلى هذا المستوى الرفيع؟ هو مستوى حقيقة رفيع جدا للقلب، مستوى عالي
إنما يكون للقلب الذي يرعاه صاحبه ويعمل على زكاته ونقائه وسلامته. فما السبيل إلى الوصول ذلك وتحقيق ما شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سبق في عندما قال إذا خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر من فوات هذا المحبوب، أو محبته ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، كيف يصل إلى هذا الأمر؟ يقول يحتاج إلى أمرين مهمين جدا. الأمر الأول بصيرة، يحتاج أن يتبصر القلب في المواقف، لا يكون مثل ما عبرت قبل قليل منفلتا تسوقه المواقف، بل يتبصر فيها. ليست المواقف هي التي تسوقه، كثير من الناس إمعة، المواقف هي التي تسوقه، بينما المؤمن يقف يتبصر قبل أن يخطو خطوة، ينظر ما وراءها وإلى أين تصل به. فيحتاج أولا إلى بصيرة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه، يبدأ يوازن على ضوء الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فيما سبق. هجم على قلبه صورة، منظرا، بدأ يجد مكانا في قلبه، فيعالجه بهذه البصيرة، يتبصر في ماذا وراء هذا وإلى أي شيء يؤول إليه، وماذا سيخسر القلب من وجود هذه الأشياء فيه. فهناك مضار، وهناك أيضا فوات لمحبوبات. يعني لندخل في الأمر بأكثر يعني توضيحا، بعض الناس لابد نعطي أمثلة واضحة، بعض الناس يدخل في شيء من هذه الأشياء، يقول نسيت القرآن، كان في قلبه القرآن، يقول نسيت القرآن، أو يكون على حظ من العلم، يقول ضاع عني هذا العلم، لم أجده في قلبي. بعض الناس يقول ضاعت عبادتي، كان صاحب عبادة، صاحب طاعة، تقرب لله، وجد أنها ضاعت، لأن لما حدثت مثل هذه المواقف ما تبصر في عواقبها وماذا ستؤول بقلبه فيما بعد، ومشى حتى وجد نفسه في هذا المرتع الوخيم. لكن لو دفع، وما زلنا مع ابن القيم رحمه الله في الطب الوقائي، لو دفع في مبدأ الأمر لما تمكنت من قلبه ولما وصل إلى هذه الحال. بل إن كان الذي ندم عليه على فقده 5 أجزاء من القرآن، ربما لو أنه وقف موقفا صحيحا في العلاج الوقائي لحفظ القرآن كاملا، لكنها جاءت وعطلته وأعاقته عن خير عظيم هو كان فيه، لكنه لم ينظر في العواقب. ابن القيم يتحدث عن هذه المعاني والموازنة، عندما تأتي مثل هذه الأشياء التي تريد أن تستولع القلب، تتمكن من القلب، ينظر في ماذا سيفوت وماذا سيحصل من مضرة، وهذا لابد فيه من بصيرة، لابد فيه من بصيرة، يتبصر في الأمور وينظر في المآلات، ينظر في العواقب. بصيرة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه.
المحبوب الذي يرجى حصوله والمكروه الذي يطلب دفعه. ثم في ضوء هذه البصيرة يؤثر أعلى المحبوبين، إذا كان محبوب ومحبوب يؤثر أعلاهما ويحتمل أدنى المكروهين، إذا كان هناك مكروه ومكروه لابد من أحدهما يختار الأقل والأدنى ليخلص من أعلاهما. هذه خاصة العقل، يتبصر خاصة العقل، هذه الخاصة التي يتحدث عنها هي خاصة العقل. إذا وضع الإنسان عقله في قدميه تحت رجليه ومشى بدون تعقل دون تبصر هذا الذي يهلك، لكن الإنسان الذي يعمل عقله ويتفكر ويتأمل ويتبصر في الأمور هذه بوابة نجاته وسلامته. ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، يعني لا يعمل عقله وإنما ينطلق بدون عقل مع النزوات والشهوات والملذات بدون تعقل وتبصر في الأمور، يقول لا يعد عاقلا لأنه أصلا لم يستخدم هذه الخاصة، خاصة العقل، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه. ثم البصيرة هذه وحدها لا تكفي في هذا العلاج الوقائي، بل لا بد مع البصيرة من قوة عزيمة، عزيمة على الرشد وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك، لأن من الناس من تحصل عنده هذه البصيرة يتبصر ويوازن ويدرك أن هذه المصلحة وهذه مفسدة إلى آخره، لكن يجد همته رديئة جدا، همته رديئة، يرى الرشد أمامه لكن لا يجد من قلبه ماذا؟ عزم. ابن القيم في أحد كتبه لخص هذين الأمرين البصيرة والعزم بكلمة جميلة، قال يحتاج إلى علم يهديه، إلى علم يهديه، وهي البصيرة التي تحدث عنها هنا، وهمة عالية ترقيه، إلى علم يهديه وهمة عالية ترقيه، أي في مراتب مراتب الخير والفضيلة. فإذا وجدت البصيرة تحتاج إلى همة، إلى عزيمة. ومن الناس من تحصل له بصيرة في أمر ما يدرك أنه هو الرشد وأنه عين الرشد، لكن لا يجد همته تنهض للعمل به. ولهذا من الدعاء العظيم وهو من الدعاء الجوامع كما ذكر ذلك ابن القيم في أحد كتبه، أظنه ذكره في الصواعق، الدعوة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. لأن الإنسان قد يعرف الرشد ويرى سبيله أمامه واضحة، لكن لا يجد عزيمة، يجد عزيمته ضعيفة جدا. والعزيمة على الرشد، يسأل الله أن يرزقه عزيمة على الرشد، يعني على ما أبصرت نفسه أنه هو سبيل الرشاد وطريق الفوز والنجاة. فقد تبصر النفس الطريق لكن لا يجد عزيمة ليسلك هذا الطريق. قوة عزم، قوة عزم وصبر، صبر، صبر على طاعة الله، على مرضاة الله، على ما به نجاة العبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، صبر يتمكن به من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته، نفسه ضعيفة، همته ضعيفة رديئة، فإذا يحتاج مع البصيرة إلى همة ترقيه في هذه المعاني العالية. وقد منع
نعم. قال رحمه الله: وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، فقال تعالى: وبقوله يهتدي المهتدون منهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره، فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته، والثالث يمشي في نوره وحده. نعم. يقول: منع الله سبحانه وتعالى الإمامة في الدين إلا من كان من أهل الصبر واليقين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمامة في الدين، الإمامة في الدين أن تجتمع في الشخص صفات الخير، أن يكون هو في نفسه مؤتما بالمتقين قبله، مؤتسيا بهم، فيصبح إماما للمتقين بعده، يأتسون به، يجدون فيه أسوة لهم. فلا يكون إماما لغيره في الخير حتى يكون مؤتما بمن قبله في الخير. ولهذا في الدعاء في القرآن في صفات عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين إماما، قال بعض السلف: اجعلنا مؤتمين بالمتقين، وأثنى كثيرا ابن القيم رحمه الله على هذا التفسير. لماذا؟ لأنه لا يكون إماما هو في نفسه للمتقين حتى يكون أولا هو في نفسه مؤتما بالمتقين، مؤتما بالمتقين. فالإمامة في الدين تحتاج إلى صبر ويقين، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة، وتحتاج إلى يقين الذي هو كمال العلم وتمامه، بحيث لا يدخل إلى القلب شك أو ريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. قال: وهذا هو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به الناس، ينتفع هو بالعلم الذي يتعلمه، وأيضا ينتفع الناس بعلمه. ثم ذكر أقسام الناس في هذا الباب: هذا قسم، والثاني ضده، لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره، وقسم ثالث: ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. فهذه أقسام ثلاثة: الأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره، يهتدون ويقتدون، والثاني قد طفئ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه أيضا يمشي معه في الظلمات، والثالث يمشي في نوره وحده، يمشي في نوره وحده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.